السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المرشدة السياحية أفراح من شركة السياحة. اليوم سنقوم بزيارة شاطئ غريغري في جزيرة موريشيوس. يقع شاطئ غريغري في أقصى جنوب موريشيوس بعيدا عن بيئة البحر الهادئة والمناظر الطبيعية الهادئة. تقع على بعد بضعة كيلومترات جنوب شرق قرية سوياك، وهي قرية تاريخية تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي. تشتهر غريغري بمنحدراتها البحرية وتوفر للزائرين منظرا رائعا من الأعلى، وهو بالتأكيد مشهد يستحق المشاهدة. لا تحيط الشعاب المرجانية بهذا الجزء من الجزيرة، والذي يسمح للأمواج الكبيرة بالتصادم مباشرة على المنحدرات. في الطرف الجنوبي من غريغري سيكون لديك وجهة نظر رائعة على المنحدرات، وسترى تحطم الأمواج من الأجنحة. توجد حديقة صغيرة يوجد بها العديد من الأماكن الهادئة للاسترخاء على أحد المقاعد الكثيرة، بينما تتمتع بإطلالة على البحر والأمواج والمنحدرات الصخرية. يمكنكم أيضا الاستمتاع بمنظر البحر عن قرب، إلا أن الأمواج والتيارات قوية للغاية، لذلك لا ننصح بالسباحة بل التنزه والاستمتاع بالمنظر. للاستفسار التواصل معنا على الرقم 00230-5988-4242. يمكنكم أيضا مشاهدة فيديوهاتنا على السناب شات والإنستغرام. وشكرا لكم.